السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتنا مسيرة التعلم. اليوم لقد أحضرت لكم فرض الثلاثي الثاني في مادة العلوم الطبيعية للسنة الثانية متوسط. إذا لن أطيل عليكم وسوف أقرأ عليكم الموضوع. التمرين الأول، يفتقد عمر سلحفاته التي لا يراها تنشط طيلة فصل الشتاء، حيث أنها تخلد إلى النوم في هذا الموسم، مما دفعه الفضول للبحث عن أسباب هذا السلوك. فاكتشف خلال مشاهدته لأحد القنوات العلمية ناشيونال جيوغرافي أن السلحفات تفقد بعضا من وزنها خلال هذه الفترة، يصاحبها انخفاض حرارة الجسم، بطء في التنفس، ومعدل ضربات القلب. السند، باعتمادك على السياق السند ومكتسباتك، قدم إجابة لسؤالات عمر التالية: ما سبب نوم السلحفات البرية طوال فصل الشتاء؟ استخرج العلامات التي تدل على أنها في حالة نوم عميق. سمي الاستراتيجية التي تلجأ إليها السلحفات لمقاومة فصل الشتاء مبينا متى تستيقظ من نومها. التمرين الثاني، خلال القرن السابع عشر تم إدخال 24 زوجا من الأرانب البرية إلى منطقة فيكتوريا باستراليا، لكن بعد فترة أكثر من قرنين عرفت المنطقة تكاثر سريع لهذه الأرانب، ولوحظ تقلص كبير في الغطاء النباتي. ما الذي أدى إلى تقلص الغطاء النباتي في المنطقة؟ اشرح ما حدث للنظام البيئي بعد أكثر من قرنين من إدخال الأرانب هناك. قدم حلا للتقليل من عدد الأرانب دون التأثير على النظام البيئي. كانت المنطقة باستراليا قبل إدخال الأرانب تسخر بغطاء النبات كثيف. الأرنب الأسترالي، ها هو الأرنب الأسترالي. إذن ننتقل إلى الوضعية. في زيارة سياحية لمدينة تاسيلي الواقعة أقصى الجنوب الجزائري، لاحظ أحمد نقوشا ورسومات على بعض صخور المنطقة، فتساءل عن سبب تواجدها هناك حاليا. تثبت الدراسات أن جنوب الجزائر قبل عشرة آلاف سنة كان منطقة خضراء تتخللها بحيرات المياه العذبة بين الجبال. لدينا السند الأول الذي قرأناه، السند الثاني ها هو المرسوم، السند الثالث ها هو، السند الثاني رسومات على صخور تاصيلي حاليا، السند الثالث حزام نباتي من الشرق إلى الغرب. من خلال السندات ومعلوماتك عرف النظام البيئي، ثم حدد نوع النظام البيئي السائد في جنوب الجزائر. عرف لأحمد سبب تغير النظام البيئي بين الماضي والحاضر. تسبب رمال الصحراء أضرارا على شمال الجزائر بسبب الزوابع الرملية. اذكر الإجراءات التي قامت بها الدولة للحد من هذه الأضرار مع ذكر فوائدها على النظام البيئي. أتمنى التوفيق للجميع، نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.